مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في شاشه تفاعليه شوف تيفي. تمكنت عناصر الشرطه بالرباط اول امس السبت من احباط عمليه ترويج 7000 وحده من الشهوب والمفرقعات الناريه المهربه والتي تتشابه في حيازها بغرض استغلالها في اعمال الشغب المرتبط بالمنافسات الرياضيه. وكانت عمليه امنيه لفرقه مكافحه العصابات اسفرت عن حجز هذه الشحنه من المفرقعات والشهوب الناريه المكونه من عده انواع وفئات بمحل تجاري حي أبي رقراق مدينة الرباط، كما مكنت أيضا من توقيف صاحب هذا المحل الذي يشتبه بتورطه في حيازة وترويج هذه المواد الممنوعة. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. فهذا مشاهدينا غادي نوصلوا لنهاية هذا الخبر، إلى اللقاء. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.